محكمة حجزت الدعوة للحكم الجلسي 7/12. أنا أرى أن هذا التأجيل حتى تقوم المحكمة ببحث المستندات التي تقدمنا بها بجلسة اليوم. المحكمة تريد أن تعطي نفسها فرصة حتى تقيم المستندات التي تقدمنا بها بجلسة اليوم. أنا مطمئن جدا وإن شاء الله تعالى يوم 7/12 نرى الحكم. أهم المستندات اللي قدمناها بجلسة اليوم الحكم اللي أصدره المستشار أحمد رفعت في قضية مطار القاهرة الوهمي أو مطار راس سدر بتبرئة 6 من رموز الفساد على نحو ما سبق أن أوضحناه في تقرير سابق. وقدمنا برضو القرار بتعيين شقيق القاضي عضوا في لجنة السياسات تحت إمارة جمال مبارك. وقدمنا أيضا قرار رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك بتعيين شقيق القاضي عضوا في لجنة التسعير مع حسين سالم الذي يصدر الغاز لإسرائيل. المحكمة رأت أنها في حاجة لتقييم هذه المستندات ولتفنيدها ولتطبيق صحيح القانون وحددت يوم 7/12 للنطق بالحكم. يوم 7/12 إن شاء الله نعرف اللي حصل بإذن الله. أنا عايز بس أعرف انطباع حضرتك، هل أنت راضي بهذا الحكم؟ أنا طبعا راضي جدا بهذا الحكم. المحكمة يعني أنا كنت أعتقد أنها في ضغوط تمارس على المحكمة بجلسة اليوم وأنها تفصل بجلسة اليوم، إلا أن وجدت أن المحكمة بتعطي نفسها فرصة حتى تقوم بتفنيد هذه المستندات وحددت شهر كامل. إن شاء الله يوم 7/12 تصدر الحكم وتعطي نفسها فرصة للإطلاع على ما قدمناه من المستندات. والله أنا بقول لزملائي مع احترامي لرأيهم وكلهم زمايلي وعلى دماغي من فوق أساتذة محامين محترمين، أنا بعرض وجهة نظري أمام الرأي العام، وأنا بقول لزمايلي المعترضين لو هم يستطيعوا أن يتحملوا المسؤولية التاريخية للإطمئنان للمحكمة يوقعوا لي الآن بيان بأنهم يعفوني من هذه المسؤولية وأنهم يتحملوا المسؤولية أمام الشعب المصري بأنهم يرتضوا هذه الدائرة الفصل في هذه الدعوة، وأنا مستعد للتنازل عن طلب الرد الآن. إذا وقع زملائي المعترضين على طلب الرد الآن بيان ويعلنوا أنهم يتحملوا أمام الشعب المصري هذه المسؤولية التاريخية وأنهم راضين عن الحكم الذي سوف يصدر من هذه الدائرة وأنهم لا يتوجسوا خيفة من تصرفات المستشار رفعت، فأنا على استعداد للتنازل عن طلب الرأي الآن عن طلب الرد الآن ويتحملوا هم هذه المسؤولية أمام الشعب المصري. أنا بقول أن الحكم الذي سوف يصدر في قضية مبارك هو خيط أو حد فاصل ما بين شرعية الثورة وما بين تآمرها، فإذا صدر الحكم ببراءة مبارك ونظامه فهذا يعني أن الثوار قد تآمروا على نظام مبارك وهو نظام شرعي، أما إذا ما ثبت إدانة مبارك فهو حكم بشرعية الثورة واستمرار الثورة والحفاظ على مكتسباتها. هي تأجلت لجلسة 7/12 الحكم 7/12. يعني دعني اقول لك ان طلب الرد المبدا في قضيه الجمل حتى الان لم ينظر ولا جلسه، وقضيتنا ليها رد قاضي مبارك دي رابع جلسه، اين التطويل؟ لا، من حسن سير العداله ان يطمئن الخصوم لقضيه. وانا بعيد لحضرتك لو كل الزملاء المعترضين على طلب الرد يوقعوا الان ميثاق او وثيقه بانهم يتحملوا المسؤوليه التاريخيه للفصل في هذه القضيه امام المستشار رفعت، انا مستعد اتنازل عن طلب الرد الان.